مرحبا بكم في درس القاسم المشترك الأكبر أو العامل المشترك الأكبر. دعوني أسألكم، ماذا إذا سألكم شخص ما هو القاسم المشترك الأكبر للعددين 12 و8، أو ما هو العامل المشترك الأكبر للعددين 12 و8؟ لنوضح أن قاف ميم ألف تعني القاسم المشترك الأكبر، وعين ميم ألف هي اختصار للعامل المشترك الأكبر، والقاسم المشترك الأكبر أو العامل المشترك الأكبر هما نفس الشيء، أو يعنيان نفس الشيء. إذا الآن لنعرف ما هو القاسم المشترك الأكبر أو العامل المشترك الأكبر للعددين 12 و8. هذا سهل. أولا نقوم بمعرفة عوامل هذه الأعداد أو هذا العددان. 12 عواملها هي 1 بكل تأكيد، 2، 3 و4. 5 ليست من عوامل 12 لأن 12 لا تقبل قسمة على 5 بدون باقي، ولدينا 6 ولدينا 12. إذن ما هي عوامل العدد 8؟ نقول حسنا العدد 1، 2، 3 ليست عاملا، العدد 4، والأخير هو 8. الآن لقد وجدنا جميع عوامل العددين 12 و8. الآن نجد العوامل المشتركة بينهما. حسنا لدينا الواحد هنا والواحد هنا، هذا ليس أمر غريب لأن الواحد عامل مشترك بين جميع الأعداد. لدينا هنا 2 و2، لدينا هنا العدد 4 أيضا مشترك بينهما. إذن ما يهمنا هو ليس إيجاد العامل المشترك، لكن إيجاد العامل المشترك الأكبر. إذن نحن نملك العوامل 1 و2 و4، والآن ما هو الأكبر بينهما؟ إنه 4. إذن العامل المشترك الأكبر للعددين 12 و8 هو 12 و8 هو 4، أو ممكن نقول أن القاسم المشترك الأكبر للعددين هنا، دعوني أكتب 12 و8 و4 هنا، هذا خطأ لننساه. إذن نلاحظ بأن الأمور تسير بطريقة ممتعة. لنأخذ مثال آخر. ما القاسم المشترك الأكبر للعددين 25 و20؟ نحاول إيجادها بنفس الطريقة. عوامل 25 ما هي؟ نبدأ بالواحد طبعا، 3 ليس عاملا، أو 2، لدينا 5، فهي حاصل ضرب 5 ضرب 5، لدينا 25. إذن من الممتع أن 25 لا يملك سوى 3 عوامل، أما الأعداد الأخرى فقد تكون لها عوامل كثيرة. لنرى العدد 20 ما هي عوامله. إذن لدينا الواحد أيضا، لدينا 2 4 5 10 و20. إذن الآن نلاحظ أننا إذا نظرنا بتمعن، الواحد دائما هو عامل مشترك ما بين أي عددين. لدينا هنا 5 مشترك بينهما فقط. إذن القاسم المشترك الأكبر للعددين 25 و20 هو 5، لأنه هو فقط المشترك بينهما. لنقوم بحل مسألة أخرى. ما العامل المشترك الأكبر للعدد 5 و12؟ أولا ما هي عوامل العدد 5؟ لدينا 1 و5، لأن 5 هو عدد أولي، فالعوامل له فقط 1 ونفسه أو 5. العدد 12 لديه العوامل 1 2 3 4 6 و12، ليس لديه أيضا عوامل كثيرة. نلاحظ أن العامل المشترك الوحيد للعددين هو الواحد. إذن العامل المشترك الأكبر للعددين 5 و12 هو العدد 1. سوف أقول لكم بعض المصطلحات. عندما يكون العامل المشترك الأكبر للعددين هو 1، في هذه الحالة تسمى أعداد أولية، أو أحدهما يكون عددا أوليا لأنها لا تمتلك إلا عاملين، العدد 1 والعدد نفسه. إذا نقول بأن هذان العددان يمتلكان العامل المشترك الأكبر هو الواحد. لنقوم بحل مسألة أخرى.
لنجد القاسم المشترك الأكبر للعددين 6 و 12. سأحاول أن أكون مبدعة أكثر في التفكير بالأرقام والأعداد. لدينا عوامل العدد 6 هو 1 2 و 3 و 6، بينما عوامل العدد 12 هي 1 2 3 و 4 6 و 12. آمل أن تكون حفظتم ذلك من المثال السابق. إذن لدينا المشترك هو 1، وأيضا لدينا 2، وأيضا 3، وأيضا 6. يبدو أن هذه المسألة جميلة وممتعة حقا. إذن أن العامل المشترك الأكبر أو القاسم المشترك الأكبر هنا هو للعددين 6 و 12. أريد أن أركز على مصطلح قاسم المشترك الأكبر، إذن هو 6. وفي هذه الحالة كان منطقيا بعض الشيء، لأن ممكن أن نقوم بقسمة 12 على العدد 6. هذا كل شيء بالنسبة لي. أظن أنكم تستطيعون الآن استخراج القاسم المشترك الأكبر أو ما يسمى بالعامل المشترك الأكبر لأي من هذه المسائل. فقط حاولوا.